السلام عليكم. نحكي بالبداية عن صناعة فاميلي من نوع نصنع نافذة بسيطة، بس نشوف مبادئ الشغل بقلب الفاميلي، بقلب ملفات فاميلي النظامية. الفاميليز أخذنا نيو، فلهون مجرد انكلج موجود طبعا بال RPT 2017 الفاميلي تيمبلت انجلش. نلاقي عنا كل هدول، نختار منهم مثلا متر كوندون. حنعمل هلا نافذة، وطبعا بيفتح أسرع من هيك، ما بطول كل هالقد بس لأنه التسجيل شغال. هلا صار عنا الفاميلي أو الملف تبع الفاميلي مفتوح عنا. هلا اول ما افتح ملف الفاميلي تبع الويندوز تبع الويندوز النافذه او النوافذ، بلاحظ هون محطوط اكستيريور وهون محطوط انتيريور. محطوط عندي هذا الشكل اللي مثل الجدار، وهون في خطوط ابعاد موجوده هون موجوده هون، وهذا رمز النافذه انه وين يطلع، وها هي المسافه تبعت نافذه من هون لهون. هلا هو بملف مثلا الفاتح نحن مثل الفاميلي تبع النافذه، حاطط اشارات افتراضيه خاصه بالنافذه. يعني اذا رحت وقفت هلا طبعا بنلاقي هون خصائص نفسها، بنلاقي هون المستعرض المشروع نفسه. رحنا على ال 3D فملاحظ انه هو حاطط لي مثل جدار وفي فتحه بقلبه اللي هي طبعا فتحه النافذه. يعني لما انا بدي اجي اصمم اشتغل بقلب هاي الفاميلي راح يشتغل هو منها، يعني بهالجزء هذا، ويعتبرها هي النافذه اللي راح تتنزل على هذا الجدار. يعني انا راح يكون عندي مثل هذا بالمشروع واختار امر النافذه، فبصير بنحط بقلبه هالفتحه هاي او شغلات انا ممكن اضيفها. فمثلا هلا وقفنا بال هون بال 3D ممكن نعمل شيدد بحيث يطلع لنا هيك بشكل اوضح. اذا وقفنا بالاكستيريور مشان نشوف واجهه، نشوف هذا الشكل. كمان بنلاقي في عندنا خطوط ابعاد محدد السيل هايت، يعني انه منين بلش النافذه، قديش ارتفاع الجلسه، والارتفاع تبع النافذه اللي هو من هون لهون. هذا هو منسوب الطابق اللي يلاي الجدار. فالنافذة قديش ارتفاع بالنسبة للطابق اللي في هذا الجدار، أو بالنسبة للطابق اللي أنا بكون واقف فيه. هلا هاي الفتحة اللي هون اللي هي فتحة النافذة، أنا ممكن أتحكم فيها مثل ما بدي. يعني هو مبدئيا حاطها هيك، نحنا نحسن إذا حبينا نشتغل على هذا بنشتغل، إذا حبينا نغير شكل الفتحة ونعمل شيء جديد نحسن كمان نعمل عادي من خلال بس انه نكبس ستاب مشان نمسك بس الاطار الجواني، يعني ما يمسك الاطار. اذا لاحظنا قربنا هيك يمسك الجدار، فانا بكبس ستاب مشان يمسك بس النافذه. هو ما في شيء هلا هون فراغ، فبمسك لي اطار النافذه وبقول له ايديت سكتش، فبيفتح لي هون السكتش تبع النافذه. بحيث انا اذا غيرت هذا السكتش مثلا عملت هيك او عملت فيه دوائر او عملت فيه كذا، بلاقي انه صار السكتش عندي اللي موجود بالحيط كفراغ. اذا رحت على 3D شوفه بلاقي صار هيك شكله، ما عاد مثل قبل كان مطاول لفوق. هلا نرجع على الاكستيريور وبنرجع نكبس تاب ونقول له ايديت سكتش، بنرجع لها النافذه بحيث نشتغل على التصميم اللي كان موجود اصلا. نلاحظ انه في عندي هدول الخطوط الخضر كمان. هدول الخطوط الخضر هي خطوط مرجعيه، مستويات مرجعيه حكينا عليها، انه مشان يصير الشغل على اساس هاي المستويات. يعني بصير انا بربط فيها لهي المستويات، يبلش من عندها يوصل من عندها. اذا بدي اصير احركه لهذا ما عاد بدي اقول له مثلا سكتش وليس سكتش وكذا، بحسن اقول له انه خلاص هذا المستوى نزله او خليه يطلع او خليه ينزل. بتصير النافذه هاي اصلا السكتش اللي انا راسمه بصير بيطلع بينزل على هذا الاساس. ففي عنا عده امور ورموز يعني موجوده بالفاميليز، نحن لازم نفهمها بطريقه يعني بشكل كامل بحيث نصير نتصرف على اساسها. لاحظوا انه هون في عنا كمان خط مرجعي منسوب مرجعي. اذا قربنا شوي لهون هيك ملاقي في هون خط ثاني اخضر، يعني غير الاسود الموجود في واحد لونه اخضر. كمان هون في عنا خط مرجعي، وهون في خط مرجعي كمان منسوب، وهون في منسوب مرجعي مستوى مرجعي، وهون في مستوى مرجعي. هلا هاي المستويات المرجعي اللي هو حاطها افتراضيا، انا فيني احذف اللي بدي اياه منها وارجع اعمل مستويات من كرييت من الريفرنس بلان، بحسن اعمل المستويات اللي بدي اياها بحيث اشتغل على اساسها. يعني لما اجي اعمل السكتش او اعمل التصميم امشي على المستويات اللي انا انشاتها اول شيء، بانشئها اول شيء وبعدين بصير بعمل السكتش اللي بدي اياه. فلا مثلا
بدنا نشوف احنا كيف ممكن نصمم النافذة هاي. نعمل كاترول زد بس مشان نرجع على الشكل اللي كان موجود عندي اللي هو هذا. هلا هاي الابعاد المحطوطة افتراضيا، يعني الشغلات اللي هو حاطها هيك افتراضي فورا، هي عبارة عن اعدادات او خيارات. انا بحسين بعد ما اصمم الفاميلي مثل لما عملنا الماتيريال، انه بحيث تصير الماتيريال عبارة عن خيار موجود من برا، ما اضطر فوت لقلب الفاميلي وغيره. كمان انا هون فيني لما اصمم الفاميلي احط له الخيارات اللي لما اجي استخدم الفاميلي بالمشروع ما اضطر فوت على قلب الفاميلي لهون، يعني على قلب الملف هذا، واجي اعدل من هون، عدل الارتفاع او عدل العرض مثلا او هالشغلات. فانا فيني من برا بقلب المشروع، يعني لما استخدم هاي النافذه بقلب المشروع لاقي انه بالايديت تايب مثلا او بالايديت انستانس الموجوده هون، انه انا فيني اغير فيها بارتفاعها وبعرضها وكذا، مثل البلوكات اللي عم نستخدمها هلا. بنلاقي انه وقت بنستخدم بلوك بشي مشروع في إلى خيارات موجوده بالايديت تايب. هاي الخيارات منين اجت؟ هاي الخيارات اجت من انه لما اللي عمل الفاميلي هاي لما عملها وكانت عم تعمل بقلب ملف هيك لحاله، ما انا بقلب مشروع، قلب ملف فاميلي. فلما عملها اضاف الخيارات هاي وقال له هاي الخيارات خاصه بهاي الفاميلي، خليها تصير تطلع عندي بقلب المشروع وما اضطر فوت على قلب الفاميلي وغير من قلبها. هاي الخيارات كيف نحن نعملها؟ كيف نحسن نضيفها؟ وين نحسن نشوفها؟ هاي الخيارات اذا نحن حبينا نشوف شو الخيارات الموجوده على سبيل المثال هلا، بنلاحظ انه هو يعني حاطط هون شغلي وحاطط هون شغلي. اذا رحنا وقفنا بالمسقط بالرف ليفل كمان بنلاقي هون في شغلي هون في شغلي كل هدول شغلات. منين نحسن نشوفهم نحن انه كخيارات مثل اذا التايب مثلا، يعني هيك هلا اذا التايب اذا كبسناها من الايام انا مفعله، في عنا الكبسه هاي الموجوده هون اللي هي الفاميلي تايبس، هاي اللي بتطالع لي الخيارات الموجوده عندي كاني عم كابس اذا التايب، يعني نفس الاذا التايب بصير تطلع بالاذا التايب بالمشاريع النظاميه. فاذا كبست هلا هون على الفاميلي تايب بتطلع لي هاي النافذه اللي هي بتشبه الى حد كبير الاذا التايب موجوده هون. فهلا هو عم يقول لي انه انت اذا اخذت هاي النافذه كفاميلي وفاتح مشروع وقعدت تحط هاي النافذه بالمشروع هذا وكبست على النافذه وقلت له اذا التايب راح يطلع لك هدول الخيارات بحيث تعدل على اللي بدك اياه منهم. راح نشوف هذا الحكي بطريقه عمليه اكثر. يعني فانا مثلا هلا هون راح اعمل كرييت نيو، قصدي نيو بروجكت اركتكتشر تمبلت بروجكت. اوكي بدنا نفتح مشروع ونشوف كيف هاي بتطلع هنيك، يعني كيف هي مثل اذا التايب. طبعا حكينا انه في فرق بين ملف مشروع وملف فاميلي كل شيء شكل. فانا لما بيجي بعمل بلوكي وحاط ببالي انه هالبلوكي او هالفاميلي يصير كررها بالمشاريع، فما بنعملها بمشروع ملف مشروع نظامي، نعملها بملف فاميلي. مثل انا اول شيء لما فتحت هداك الملف من فاميلي اخذت نيو، ما بنروح على بروجكت وبنفتح نيو مشروع جديد او اركتكتشر تمبلت، لا نفتح فاميلي حصرا. مشان لانه انا اذا اجيت هلا فاتح مشروع، انا هلا فاتح مشروع نظامي ملف مشروع، اذا كنت مشتغل فاميلي على ملف مشروع ما هو ملف فاميلي، ما فيني اجيب هداك الملف وصير اشتغل فيه هون بقلب هاد، لا بيضلوا ملفين منفصلات، لانه كل مين ملف مشروع. اما الفاميليز تقعد بقلب ملف المشروع، بحسن اسحبها لهون وصير استخدمها عادي، يعني مثل ما بننزل كل الفاميليز اللي بننزلها نحن بالعادي، الفرش والابواب والهيك، هدول بحسن استخدمهم بقلب مشروع لانه هدول هني ملفات فاميلي اصلا، ما انا ملفات مشروع. اما لو كانوا ملفات مشروع ما بحسن استخدمهم بقلب مشروع، بدي افتح المشروعين وروح لقلب المشروع هذاك واعمل كاترول سي او كوبي واجي لهون واعمل له لصق، هنيك اعمل نسخ واجي اعمل هون لصق بقلب المشروع هذا. فانا ما استخدمتها فعليا كفاميلي نظامي، لا استخدمتها كنسخ لصق بس ما كفاميلي. اما ملفات فاميلي مثل الابواب مثل النوافذ مثل الفرش بحسن استخدمها بقلب المشروع. فهذا احد فروقات بين ملفات فاميلي، يعني ملفات انه تكون ما انا فاميلي نظامي. نحن هلا مثل ما نقول شايفين عندنا مفاتحين ملف مشروع نظامي، راح احط جدار راح شوف هذا الجدار راح شوفه بال 3D شيدد تمام. هلا راح اكبس على هاي عشان ارجع للملف الفاميلي اللي كنت عم اشتغل فيه، هني هدول الثلاثه نفسهم فاميلي واحد فاميلي واحد فاميلي واحد، وهذا بروجكت واحد بروجكت واحد، يعني مفتوحه نافذتين هون بيعطيني النوافذ المفتوحه. بدل ما اكبس هاي الكبسه اللي هون شوف شوف فاتح لي نوافذ وملفات،
او اكبس كاترول تاب مثلا مشان اتنقل بين النوافذ، بحسب من هاي الكبسه هون شوف النوافذ مفتوحه عندي، فانا راح اروح اختار مثلا اي وحده للملفات تبعت النوافذ تبعت الملف اللي كنت فاتحه اللي هو هاد، واقول له لود انتو بروجكت. وجي لهون هو لا اعطاني انه النافذه اللي بدي استخدمها هي هاي الفاميلي ولا استخدمها وعندك تحطها، فانا هلا قلت له حطها هون. هلا اذا رحت وقفت بس 3D رجعت وشفت النافذه بلاقيها هي، شو ملاحظ؟ انه مفتوحه على الاخر يعني ما فيها شيء، لانه هنيك اصلا ملف فاضي يعني ما في غير فتحه النافذه بس، لسه ما ضفنا شيء ولا عملنا شيء لسه. بس نحن حبينا نشوف هلا شو يعني الايديت تايب انها تكون هنيك موجوده بالقائمه اللي حكينا عليها. فانا هلا راح اكبس كلوز هيدن عشان ما يضل غير هاي، وراح اصغر هاي وكبرها. او مثلا انا حتى راح اقول له من فيو يطالع لي النافذتين جنب بعض يعني هيك. فهاي النافذه الاولى ونحن عندنا هاي النافذه الثانيه. هلا نحن قلنا انه بهاي النافذه طبعا مثل ما انا عم شوف وقت عم نكبس على شغله عم تغير القوائم، لانه هذا ملف الفاميلي قوائمه شكل اللي هن هون الادوات، وهذا الملف البروجكت قوائمه كمان شكل مختلف عن هذيك. فنحن قلنا انه وقت اللي بنمسك بنكون يعني بالملف الفاميلي النظامي، اذا حبيت شوف انا الخيارات اللي عندي هدول بطريقه انه اذا التايب بنحسن نشوفها من هذا الامر اللي هو فاميلي تايبس. اذا فتحنا بنلاقي حاطط مثلا هون هايت ويدث، هدول عبارة عن أوامر أو خيارات أنا حطيتهم عشان أحسن أتحكم بالعنصر مباشرة من قلب المشروع ما ملف الفاميلي. كيف هذا الحكي؟ إذا رحت لهون ما أنا استخدمت الفاميلي هاي، يعني هاي الفاميلي اللي هون أنا مستخدمها هلا بمشروع نظامي كفاميلي، ما أنا ك يعني مستخدمة هي خلاص بقلب المشروع عادي. إذا كبست على النافذة كبست تاب مشان ياخذ النافذة، فيني أقول له إيدت تايب. فلما بقوله إيدت تايب بلاحظ انه في عنا الهايت وفي عنا الويدث الموجودات بالعادي، انه قديش ارتفاع النافذه وقديش كذا. اذا غيرتها مثلا عملتها 2000 قلت له ابلاي، بلاحظ انه النافذه كبرت طولت يعني ارتفاع زاد. 3000 ابلاي، فملاحظ انه ارتفاع عم يزيد. هاي تغيرت بس هاي ما تغيرت، ليش؟ انه هذا ملف فاميلي منفصل هذا لحال، وهذا الملف المستخدم بقلب المشروع. فنحن منين نحسن نعمل لهذا الحكي بالمشروع خصائص؟ طيب مثال تاني، اذا انا هلا فاتح ملف المشروع العادي اللي هو عملت فيه جدار وبعدين اجيت حطيت هاي النافذه، قلت له ويندو نافذه تاني، واخذت النافذه اللي هو بيكون حاط لي اياها اصلا مثل هاي مثلا حطيتها هون هيك. هلا هاي نافذه فاميلي عادي هو مخزنها موجوده عنده، راح نشوف شو إلى edit type. إذا كبس على edit type لاقي في إلى هدول الخيارات وهدول إكساءات وأبعاد موجودة هون، هاي من edit type تبعتها مشان أحسن أتحكم، بالإضافة لخيارات الانستنس الموجودة هون. فعندنا خصائص عنصر وعندنا خصائص family موجودة لهاي النافذة. طيب هاي النافذة هي شو؟ هاي النافذة عبارة عن family بلو، ملف family عادي انعمل لحاله على جنب وانحفظ بعدين، وبعدين أنا صرت أستخدمه بقلب مشاريع كفاميلي. هلا انا اذا بدي افتح ملف الفاميلي تبع هاي النافذه شو بعمل؟ بكبس كبستين على النافذه فبيفتح له مباشره ملف الفاميلي تبعت هاي النافذه. هلا هذا الملف صار عندي هي الفاميلي الموجود النافذه فيه اللي انصنعت النافذه فيه، يعني في شغلات مخفيه مثل الجدار مخفي هلا ما مبين هون، الجدار اللي بيكون موجود افتراضيا بملف الفاميلي تبعت النوافذ، ما بيكون في جدار افتراضي موجود اصلا فمخفي هلا. اذا حبينا نظهره بنقول له في في اختصار يعني على الكيبورد، وهو محطوط اشاره مشيله اشاره الصح مع الجدار بحط عليها بقول له اوكي. فهلا الجدار صار يطلع عندي الجدار افتراضي اللي بيحطه الريفت بالعادي للملفات هاي تبعت النوافذ. فانا هلا فاتح ملف فاميلي ما ملف مشروع، ملف الفاميلي اللي انصنعت فيه هاي النافذه. هلا انا اذا بدي اشوف الخيارات اللي طلعت عندي هنيك بالايديت تايب لهاي النافذه من شوي، بدي اشوفها هون بملف الفاميلي، وين بحسن شوفها؟ ما بتشوفها هون ولا بالإيدت تايب، وين بتكون؟ بتكون بهاي الكبسة اللي هي الفاميلي تايب، إنه شو هي الخيارات المحطوطة للنوع هاد. فإذا كبست عليها بلاقيهم نفسهم اللي كانوا موجودات هنيك بلاقيهم موجودات هون.
عشان اذا حبيت اعدل فيه من هون كمان بحسن اعدل فيه تتغير هاي النافذه عاده، واذا حبيت ضيف خيارات بحسن ضيف وبلاقيهم صاروا ينضافوا هون. بصير اذا قلت له اوكي وقلت له لود تو بروجكت انتو بروجكت، بصير هنيك بالمشروع النظامي لا صار في خيارات زياده انضافت بالايد التايب اللي كنت عم بكبسها من شوي. فهاي بالنسبه للخيارات، هاي خيارات العناصر كيف نتحكم فيها من قلب الفاميلي. وين بنشوفها؟ بنشوفها هون اللي هي خيارات العنصر، سواء خيارات تاب على التايب او خيارات، يعني خيارات العنصر او خيارات الفاميلي، بنلاقيهم بهذا الخيار، سواء الموجودات بشكل افتراضي او اللي نحن بنصير نضيفهم بعدين. نتعلم كيف نضيف خيارات للعناصر عشان نصير نتحكم فيها، ارتفاع وطول وعرض وسماكي وهالمواضيع كلياتها. هاي بالنسبه للخيارات وين موجوده. راح اغلق هلا هاد، كمان راح اغلق ملف المشروع، راح خلي عندي بس ملف الفاميلي اللي عملناه اول شيء اللي هو فاميلي فاضي، بس عباره عن فتحه نافذه ما فيه لسه الدراب زون مثلا او الحرف هذا تبع النافذه، عفوا ما دراب زون، ما فيه الازاز، ما فيه تقطيعات، ما فيه شيء ابدا. بدايه راح نشوف نحن كيف نحسن نتحكم بهدول الشغلات بالخيارات اللي هون، كيف بتساعدني باني ما اضطر افتح سكتش تبع النافذه عشان اعدل ابعادها، لانه نحن اصلا هو هلا رابطه بهدول المناسيب، يعني هو رابط حاطط الخيارات هاي لحاله تلقائيا. فانا اذا اجيت كبست هون وعدلت على الهايت، عملته مثلا الف، قلت له ابلاي، فملاحظ انه هاي النافذه فورا صغرت تغيرت لحاله. اذا رجعت عملته 2000 مثلا، ملاحظ انها صارت اكبر. فانا راح ارجعه هلا على 1500، خليه مثل ما هو افتراضي مبدئيا، قلت له اوكي. فانا هون عندي شغلي، هون شغلي تاني، بالرحت بالريفل مثلا لقيت في عندي هون محطوط الويدز والهني هدول الهايت والويدز، وفي عنا الديفولت سيل هايت. هدول ثلاث اوبشنات او ثلاث خيارات بحسن اتحكم بالنافذه حاليا من خلالهم. طيب انا فيني اضيف خيارات زياده، فيني اضيف خيارات زياده. راح نشوف هلا اول شيء كيف ممكن نعدل ونعدل نضيف شغلي على هاي النافذه، وبعدين بصير نتعلم كيف نحسن نضيف خيارات التعديل. اول شيء بنعدل نحن بالطرق اللي بنعرفها للموديل ان بليس، اللي هن هدول الاوامر الخمسه واوامر التفريغ، يعني كاني عم بعمل موديل ان بليس نفس الشيء ما في فرق، بس الفرق انه هون هو حاطط شويه شغلات افتراضيه عشان احسن اشتغل على اساسها، بتسهل لي شغل. وانا اذا حبيت احسبهم فين احسبهم كلياتهم، خلي بس الجدار لانه جدار مهم، يعني كيف بدنا نعمل نافذه نحن ونروح نستخدمها بالمشروع، ما بدي اكون انا عرفان وين الجدار، كيف النافذه اذا تنحط بالنسبه للجدار، يعني هو ما راح لحاله يلقط انه النافذه تيجي على الجدار بالضبط حسب شو انا مشتغله هون. يعني انا هون الجدار هلا عندي هو حاطط لي اياه، انه اذا كان الجدار هون بالمشروع النافذه وين بدك تعملها، فانا ممكن اجي احط النافذه هون صميمها بهذا المحل، فلما بروح على المشروع بحط النافذه هاي بلاقيها عم تطلع قدام الجدار مقربه هيك، تكون هون عم تنحط مع الجدار تماما. ليش؟ لاني انا بملف الفاميلي انشاته مع الجدار بالضبط، انشاته هون. فهاي أهمية الجدار إنه ليش موجود، عشان نحن نعرف لما نروح نشتغل بالمشروع وين تجي النافذة بالنسبة للجدار. فلا ممكن أنا روح واقف في 3D مشان أقرر إنه شو بدي أصمم، يعني النافذة اللي بدي أعملها كيف شكلها بدي يكون. نعملها شديد. إذا هلا بدنا نعمل مثلا بس فريم هون هيك إطار يكون محيط بالنافذة مبدئيا، فهذا الإطار ممكن نعمله يكون مقطعه عبارة عن مثلا بس هيك حرف ماشي. إذا بدنا نصممه منين لازم نصممه؟ بدنا نشوف مقطع أو مسقط مشان نحسن نصمم مقطع لهذا الإطار. طيب الإطار إذا نحن عم نقول إطار، معناتها شو الأمر بدنا نشتغله من هدول الأوامر؟ فينا نشتغل أمر إكستروجين، بس راح يكون عبارة عن يعني مانو إطار فعلا حقيقي، راح يصير داخل بالحيط أو على قد النافذة بالضبط، مانو طالع برات الحيط وماشي عليه شوي. راح نعمل إطار يمشي عبرات خارج الحيط يعني، ويمتد حوالي هاد كلياته. فالامر اللي راح نستخدمه هو امر سويب، انه انا راح ارسم له مقطع وراح اقول له يمشي على هذا المسار للمقطع، فقلت له امر سويب. هلا فهو عم يستناني انه اخذ المسار اللي بدنا المقطع ينرسم يمشي علي، فقلت له بيك باث، انه انا راح القط لك المسار لقط، واخذت هذا وهاد وهاد هاي الاضلاع، انه هذا هو المسار اللي بدنا اياه يمشي عليه. هلا بدنا نرسم المقطع، فمشان انا اجي واقف هون هلا بقول له اشاره صح انه انا خلصت المسار هذا هو،
مشان البروفايل او سكتش البروفايل. فبقول له اديت بروفايل، ممكن اقول له فيور مشان يعرض لي اياه بهالشكل. فهو اللي هو ما نعرض لي المقطع النظامي للجدار، فانا ما راح اوقف هون، راح اروح اوقف ب المقطع اللي بيكون هيك عم يطلع لهون. يعني اذا طلعت على البوكس الموجود هون، شو الكلمه المكتوبه؟ مكتوب رايت. هاي الكلمه الموجوده هون هي رايت، فراح اروح على الواجهات واقف بالرايت بحيث اني اشوف بهالشكل. هلا هون راح نرسم المقطع تبع الفريم اللي بدنا اياه يمشي. هلا اذا انا حبيت انه لما الجدار يتحرك، رح شيل الشو بس مشان لأنه عم يضايقنا بالرؤية. إذا حبيت لما الجدار يكبر ويصغر تتحرك معه الإطار هاد، فأنا لازم صير أقفل الخطوط. يعني صير أقول له هذا الخط خلص اربطه على طول بهذا المستوى، هذا الخط صير اربطه على طول بهذا، هذا الخط اربطه على طول هيك. وإلا لما رح يصير الجدار يسمك أو يصير أنحف، رح تتغير هاي الشغلات كلياتها. فعلى سبيل المثال أول شيء رح أشتغل بشكل عادي بدون ما أعمل قفولي، بدون ما أقفل شيء. وجيت رسمت إطار من هون لهون وهيك مثلا بأبعاد، يعني حسب الأبعاد اللي أنا حابة. مثلا صار عندي هلأ الإطار جاهز، قلت له إشارة صح. هلأ برجع على 3D، صار المسار موجود عندي، صار الإطار كمان موجود عندي، قلت له إشارة صح. فبلاحظ هلا إنه صار في إطار محيط بالنافذة من هون ومن هون. أنا هلا ما قفلت شيء وخليته الإطار هيك حر. هذا الحكي شو بيعمل؟ هذا الحكي بيخلينا إذا رحت عملت من الإيديت تايب من هون بقلب المشروع تغيير وغيرت ارتفاع النافذة، بيجي ما بيتغير مع هذا الإطار تلقائيا، بيضل محله. راح أغير هلا مثال إنه إيديت تايب. هلا هون قلنا نحن إيديت تايب بنطالع من هون إذا كنا عم نشتغل بقلب الفاميلي. وجيت لهون مثلا وعدلت على الارتفاع اللي هو 1500، عملته مثلا 50، يعني 500، قلت له اوكي. فملاحظ انه هلا هذا الجدار انخفض تلقائيا، لكن هو بالعادي ما بينخفض لو انا عم بعمل شغلات تانية بضل محله. هلا انخفض لانه ما عاد له محل، يعني هذا ما بيقعد بقلب الجدار. بس اذا اجيت كبرته وعملته مثلا 3000 ابلاي، فملاحظ انه الجدار كبر والإطار شو صار فيه؟ الإطار لساته محله. راح أجرب مثلا نعمله 2000، فكمان بنلاحظ إنه الجدار الفتحة عم تكبر بس الإطار شو صار فيه؟ لساته هيك. ثواني الإطار صغير لأنه الجدار عم يصغر كلياته والفتحة كلياتها عم تصغر، فما بصير الإطار يكون ماشي على جدار من هون أو من هون أو كذا، بده يكون متضمن للفتحة. فإذا صغرت الفتحة أو تحركت الفتحة انه اجبار راح يتحرك مع الجدار تلقائيا. بس مثل ما شفنا لما عم تكبر الفتحه مثلا الاطار عم يضل محله. شو السبب؟ انه انا لما اجيت صممت الاطار، صممت المقطع هذا اللي رسمته هون، ما قلت له خليك ملزق بالسقف او خليك ملزق بهذا الحرف او كذا ابدا. فبما اني ما قلت له هذا الحكي، هو تلقائيا شو راح يعني خلص يخليه مثل ما هو، مثل ما انا صممته، ليش حتى يثبته فيه. فرح نحذفه ونشوف نحن كيف نحسن نثبته بالأسطح هاي. بنرجع بنوقف مثلا بالإكستيريور ونرسم أمر سويب، وبنقول له بيك باث، باخد هاد 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 هاد. قلت له إشارة صح إنه أنا خلصت الباث. نجي بعدين على إيديت بروفايل، ومثل ما قلنا إذا قلنا له Open View وما لقينا النافذة مناسبة، يعني ممكن نرسمه هون، ممكن نرجع نرسمه فوق. يعني إذا رحت لو وقفت بال 3D وكبست X مشان أحسن أمسك هاد، يعني هلأ بدي يعني أرسم Select Profile، فيني أخذ لهذا أسحبه وحطه بهذا المحل. ما انا عم يرضى يسحبه. طيب راح احذف
مشان ما نتخربط، انه نفكر هلا انه مثلا صار يطلع نظامي بسبب اني عملته هون ما عملته هون، راح ارجع اعمله مره تاني، وبحيث يكون المقطع لساته هون، الرسمه عم تطلع للمقطع لساته هون. سويب اخذ بيك باث، اخذ هذا بحيث يطلع علي الرمز تبع المقطع، بعدين اشارت صح. طيب هلا المقطع موجود هون، مشان احسن نشوفه قلنا بنوقف نطلع على البوكس شو الكلمه المكتوبه هون رايت، فانا راح اروح واقف بالرايت مشان نشوفه بهالشكل. راح اجي ارسم المقطع، اقول له سيلكت بروفايل، اديت بروفايل. هلا لما راح بلش ارسم بد لازم اربطه بهذا الحرف وبهذا الحرف وبهذا الحرف اللي هي احرف الجدار، بحيث اذا تحرك الجدار يضل الاطار ملزق فيه. كيف احسن اربطه؟ ممكن مثلا هو القفل، يعني هو رمز القفل هو اللي بيخليه يرتبط مع هذا المنسوب وهذا المنسوب وهذا المنسوب. ممكن انا اعملهم بعاد عنه مثلا، نيجي لهون شوي. هلا بنلاحظ انه هذا الخط اذا انا عملت له الاين وجبت لهون بيطلع عندي رمز القفل مباشره، ففيني اقول له هلا اكبس على القفل ويصير هلا هو صار هذا الخط مقفول، بحيث الجدار اذا كبر لهون يعني سمك هذا الخط بضل بيلحقه، اذا الجدار نحف هذا الخط اللي انا رسمته بضل بيلحقه بسبب القفل اللي طلع هون. كيف طلع القفل؟ من امر الاين، لما عملت امر الاين محاذاه بصير القفل بيطلع. طيب راح نشوف كمان كيف القفل ممكن نعمله. احنا اذا اخذنا امر بيك، فلما بعمل بيك بيطلع عليه لحاله اشاره القفل فورا. بيك هون مثلا كبست قفل، عملت بيك هون كبست القفل، عملت بيك هون كبست القفل. هلا بصير بعمل تريمات بين هذا وهذا تريم وبين هذا وهذا تريم. انا هدول الخطوط بتهمني اكثر شيء، لما بيجي بعدين مثلا بعمل من هون هون ما في شيء اقفله فيه عادي، انا بهمني بس هو يكون ملزق بالجدار، فبكفي اني اعمل حرف واحد اللي هو الحرف الداخلي هذا اللي ملزق بالجدار، بكفي انه هو اللي يكون معمول له قفولي، الباقي ما في شيء اقفله فيه. انا عملنا تريم بين هاد وهاد، عملنا تريم بين هاد وهاد. هلا هذا الاطار يعني اذا مسكت هذا الخط بلاقي محطوط قفل انه ملزق بهذا المستوى، اذا مسكت هذا الخط بلاقي عليه قفل انه ملزق بهذا المستوى، واذا مسكت هذا الخط كمان بلاقي عليه قفل انه ملزق بهذا المستوى. وعملت تريمات بحيث صار اطار مغلق، هذا كل شيء عملت تريمات بيناته، قلت له اشارت صح. هلا رحت وقفت بال 3D، صار الاطار موجود عندي والسويب موجود عندي، قلت له صح. هلا ملاحظ انه انا اذا اجيت مثلا عدلت على الارتفاع عملته 2300 مثلا، قلت له ابلاي، فبصير الاطار شو عم يرتفع مع الجدار، ما عاد صار مثل توني انه مثلا اذا اجيت نزلته للالف قلت له ابلاي، بعدين قمت رفعته للالف و800 على سبيل المثال قلت له ابلاي، فهو صار الاطار يضل ملزق بجدار شلون ما نتحرك. فنحن لانه قفلنا صار يضل ملزق فيه. اذا عملته اعرض مثلا 2000 كمان بنلاحظ انه عم يعرض معه، لانه هذا المقطع رح يصير يلزق بكل الجدار من كل الجهات. يعني صح انا المقطع قفلته بس من فوق، بس وين ما كنت عامله وقافله مع الجدار خلاص المهم هو يضل ملزق بالجدار، فهون جدار وهون جدار وهون جدار، هاي كلها اسمها جدار، فهو بضل ملزق فيه من كل النواحي. هاي فكرة القفولي، كيف نحن بنستفيد انه نعمل الاين او نعمل موف او نعمل بيك، المهم نحط قفل بالمنسوب مع على المنسوب مشان لما يتحرك المنسوب يتحرك معه الشيء اللي نحن عم نصممه. طيب هلا تعرفنا على هذا الموضوع، موضوع القفل، وانه شو بنستفيد من فكرة انه نقفل شيء خط نحن عملناه مع المنسوب. طيب وبنفس الوقت شفنا كيف طبقنا امر سويب. هلا هذا السويب اللي احنا عملناه ما حطينا له ابعاد، ما حطينا له شيء، بمعنى انه اذا الجدار صغير كتير السويب هذا او المقطع رح يضل بنفس السماكات، رح يضل هيك بروزه من هون لهون، لانه انا لما رسمت المقطع كان هيك مشيت بهالمسافه هاي، من هون لهون رح يضل نفس المسافه، قد ما نصغر الجدار رح تصغر رح تصير رح تضل هاي المسافه نفسها وما تتغير. طيب نحن هلا كمان رح نعمل لوح موجود هون، يعني نعمل لوح ازاز مثلا موجود بقلب هاي النافذه. نحن مثلا نعمل هذا من المسقط، نعمل اكستروجين، يعني نرسم هون مقطع اللوح نعمل اكستروجين، ممكن نوقف الاكستيريور ونعمل اكستروجين. الفكره انه انا وين لازم اعمل اكستروجين، باي منسوب لازم ارسم. انا مثلا هلا اذا وقفت بالاكستيريور
وجيت رسمته هون الاكستروجين، عملت كرييت اكستروجين واخذت هذا المستطيل ورسمت بهالشكل، ولاحظنا انه القفولة طلعت عندي، فقلنا نحن لازم نكبس على القفولة مشان ما يتحرك، اذا تحرك الحيط يضل يتحرك معه هذا اللي عم نعمله هلأ اكستروجين، وكبس له اشارت صح. فاذا رحنا وقفنا بس 3D نلاحظ انه هذا هو هلأ صار فيه مثل لوح او شيء مغلق، وهذا هو السماكة تبعته من هون لهون واصلي، ممكن يكون سميك بس احنا حاليا يعني هذا قلنا متحكم فيها من هون السماكة قديش هو بلش من هون ورايح لهنيك، فيا بنحرك بالسهم يا اما من هون بندخل قيمة مبدئيا. لكن الفكرة بدنا نحكي عليها هلا انه كمان ما عملنا قفولة نحن لهذا الاكستروجين، عملنا له قفولة، شو استفدنا من هاي القفولة؟ انا هلا اذا جيت كبرته اكثر بالعرض عملته 3000 مثلا، بلاحظ انه صار يتحرك معه، اما لو ما كنت حاطط القفولة كان ضل محله ثابت وصارت الفتحة اكبر وهو صار لساته يعني لساته على المحل القديم نفسه، لكن القفولة خليته يتحرك مع الحرف اللي انا كنت عم برسم عليه. طيب هلا راح نشوف نحن هذا الاكستروجين واصل لهون هو كل هالقد، فنحن ما بدنا اياه يوصل لهون، اذا حركناه بالسهم رجعناه لجوا او غيرنا القيمة الموجودة هون عملناها مثلا 25 انه مترين ونص سنتين ونص، فملاحظ انه صار قيمة الاكسترود المعمول بهالقد. لكن هل انا بدي اياه على طول يضل هيك، ولا انا فيني مثلا ادخل من هون قلنا نحسن نكبس على هاي الكبسة وقول له نيو باراميتر واختار مثلا انه سماكة الزجاج اللي هو لوح ازاز على سبيل المثال راح يكون، فقلت له سماكة الزجاج وخليتها تايب انه اذا تغيرت تتغير على الفاميلي ما من عناصر، يعني من خليت هذا الخيار ينحط بالايديت تايب ما ينحط بعناصر الانستانس اللي تكون موجوده هون، قلت له اوكي سماكة الزجاج اوكي تمام. فهلا انا صار فيني اتحكم فيها منين، صار فيني افوت لهون بلاقي عندي شيء اسمه سماكة الزجاج، بحسن مثلا اعمله 250 مثل ما كان قبل وقول له ابلاي، فبصير هلا هذا سميك عندي كثير، بحسن اعمله 1000 وقول له ابلاي، فبلاحظ انه صار يطلع لعندي لبرا، بحسن رجعه 2.5 قول له ابلاي، فرجع نحيف. هلا الفكرة الثانية مثلا انه اللوح اللي انا انشأته وين وقفته؟ وقفت الاكستيريور وعملت له السكتش اللي بدي اعمله اكستروجين، بس وين وقفت؟ بالاكستيريور. فهو شو المستوى اللي خلاني ارسم فيه الاكستروجين؟ مستوى الاكستيريور، يعني هو عم يبلش من عند الاكستيريور وعم ينطلق لهنيك، عم يروح بهذاك الاتجاه. شو هو مستوى الاكستيريور؟ هو نفس مستوى الجدار تماما، يعني انا اذا وقفت هيك رايت المستوى هو على حرف الجدار بالضبط، يعني الازاز مبلش من هون من حرف الجدار. طب اذا انا بدي الازاز يبلش بالنص ويمشي هيك 2.5 سم مثلا او 2 سم، يعني يكون هون الازاز ما يكون من هون لهون وبس. اذا انا هلا انشأت مقطع او موجود هون مقطع فورا، اذا رحت وقفت بالرايت شفت وين الازاز صاير؟ بلاقي الازاز هذا هو، هذا هو اللي عملت له اكستروجين. فملاحظ كيف انه البدايه تبعته مبلشه من عند حرف الجدار وماشي لهون 2.5 سم. طيب اذا انا بدي اياها تكون اصلا موجوده هون بالنص شو بعمل؟ لازم معناتها انا لما اخترت المستوى اللي تم انشاء الاكستروجين فيه، انا اخترت الاكستيريور وقفت الاكستيريور وانشاته، كان لازم اوقف الاكستيريور، كان لازم اوقف بمستوى يكون صاير بالنص. واذا رحنا وقفنا بالمسقط بنلاحظ انه في عنا نحن مستوى اصلا مارق بنص الجدار، بحسن وشو اسم المستوى؟ اسمه سنتر فرونت باك، هيك هن مسمينه، وبحسن انا اكبس هون وغير الاسم اذا حبيت، بس هلا حاليا محطوط هو انه سنتر يعني المركز، مركز بين مين ومين؟ مركز بين فرونت الامام وباك بين الخلف، يعني المركز بين هون وهون واللي هو هاد. فانا كان لازم بدل ما اوقف بالاكستيريور وانشئ للازاز وقف بهذا المستوى وخليه انشئه فيه، حتى لو واقف وين ما كان بالاكستيريور واقف مثلا، بس المهم ينشئه بهذا المستوى، يعني اقول له ست وحط هذا المستوى، ما اخطا ما ضل انه على الاكستيريور. فهلا راح ارجع على 3D واحذفه للي عملته، ملاحظ هون انه هذا لساته موجود، فينا نحذفه بهالطريقه انه نقول له ديليت، نكبس عليه حدده ونقول له ديليت، نقول له يس.
هلا بدنا قلنا ننشئه للوح بحيث يكون بالنص تماما. فقلت له اكستيريور، وقفت بالاكستيريور مثل التواني، بس هالمره ما فورا بلش امر كرييت اكستروجن وبيجي برسمه هون. بحدد اول شيء، حتى لو قلت له اكستروجن بحدد اول شيء الست، بيقول لي شو هو المستوى اللي بدك ترسم فيه. انا هون ما بحسن اقول له طول المستوى حتى اقول له بيك، فانا بعرف اسمه تواني. شفنا اسمه انه هو اسمه كان سنتر فرونت باك، هذا هو اللي شفناه بالمسقط، كان مارق بنص الجدار. فهذا المستوى اللي احنا نشتغل فيه، قلنا له اوكي. هلا هو صار بده يشتغل على المستوى السنتر، يعني مركز الجدار بالضبط. اخذت المستطيل من هون لهون، وكمان ما ننسى لفولي. الفكره اني انا اذا كبست برا او شيء بتروح لقفولي فورا، بصير بدي اعمل زحه لهاد واعمل له ترجيع مره ثانيه لهون مشان يطلع القفل مره ثانيه. يعني فرضا انا هذا القفل نسيت حطه وكبست هيك، فهلا راحت لقفولي. اذا رجعت مسكت هذا ما عاد بلاقي انه في قفل حطه علي، فشو الحل؟ ممكن اقربه لهون شوي وارجع ارجعه بحيث ينطبق على هاد، فبيطلع لي رمز القفل بكبس على القفل. او اعمل امر الايند كمان بيصير، يعني اذا مسكت هذا مثلا كبست هيك وما لحقت احط القفل، وجيت مسكته بدي احط القفل ما عاد لاقي، فممكن اعمل مثل ما عملنا موف، او ممكن استخدم امر الايند، اختار هذا اختار هذا، فبيطلع لي القفل بيجي بحطه. طيب هلا القفولي حطيناه هون، والسكتش اللي رسمناه بمستوى مين؟ ما بمستوى الاكسيرور النظامي. عملنا ست وحطينا انه يرسم بالمستوى السنتر الموجود بنص الجدار، قلت له اشارة صح. فلما بنروح على 3D بنلاحظ انه منين بلش يعمله، بلش يعمله من نص الجدار، والاكستروجن تبعه معمول بقيمة القديمة نفسها الافتراضية 250. نحن فينا ندخل مثل ما قلنا هون القيمة اللي بدنا اياها، واذا حبينا نحسن نعمل سماكة الزجاج لساته موجود كاوبشن، بحسن نقول له هو سماكة الزجاج خلي هيك اسمه. واذا رحنا هلا لهون بنلاقي صار رجع موجود عندي سماكة الزجاج، بحسن هون يصير غير القيمة مثل ما شفنا من شوي، قول له 1000 مثلا صار تطلع 1000، ورجعها مثلا 25 مليمتر، واحد تهم مليمتر. اوكي هلا اذا رحنا وقفنا بالرايت بنلاحظ انه وين صار الازاز، صار منتصف الجدار مع طرف من هون او على طرف من هون. والسبب اني انشأته بهذا المستوى الاخضر اللي هو هذا المستوى، كان اسمه السنتر فرونت، هاي النيم سنتر فرونت باك اللي توني شفناه. نحن وين شفناه اول مره؟ شفناه بالمسقط، كان هذا هو اللي ماري من النص، كان اسمه لما كبسنا عليه شفنا اسمه كان سنتر فرونت باك. طيب فهاي انا كيف كمان انشات هلا شغلي بحيث تكون على المستوى اللي انا بدي اياه. كيف احسن اعمل لون الخامات؟ هذا الاولاني، اذا حبيت اكسي من هون فورا بحسن اكسي، واذا حبيت خلي اكساء من برا من قلب المشروع، يعني انه كبراميتر او ك تايب يعني من الفاميلي، فبحسن انا اكبس على هاي واقول له نيو اد باراميتر، واجي اسميه هون مثلا اكساء الاطار. واذا حبيت انه خليه انستانس، يعني بحيث انه انا اذا عملت لهاي الفاميلي كذا كذا، حطيت اكثر من نافذه على الجدار، اذا حطيته هذا انستانس بصير هاي النوافذ كل وحده اكساء اطاره مختلف عن الثانيه. اذا غيرت اكساء اطار وحده ما بيتغير الكل، اما اذا خليته تايب فاذا غيرت اكساء اطار شيء وحده بيتغيروا كلياتهم. فانا راح خليه تايب بحيث اذا حبيت اغير الاكساء وما يتغير الباقي بعمل دوبليكيت مثل ما تعلمنا. اوكي فهلا صار هذا ما عاد بحسن غيره من قلب هون، من هذا الامر لازم اعمل له من خيارات التايب اللي هي موجوده هون. فهلا صار هذا كاني فاتح ايد التايب لهاي النافذه، انا بكبس هون بحيث يطلع لنا النافذه تبعت الاكساءات، بختار الاكساء اللي بدي اياه، يعني يا من مكتبي هاي يا من هاي، يا اما مثل ما تعلمنا نعمل مكتبه جديده ماده جديده ونجيب الخشب مثلا. انا راح اختار هون خامه موجوده من هون ولتكن هاي على سبيل المثال. فلا صار هاي اذا عملنا ريلستيك، طيب هو محطوط انه بضل ريلستيك ما يطالع على الاكساء النظامي تبع النافذه. راح نرجع شديد لانه صار شوي تقيل. ناخذ هاي من ضفت الماتيريال تبعتها، اذا حبينا نغير الماتيريال من هون بنغيرها، واذا حبينا نقول له انه نعمل اد بارامتر جديد ونسميه اكساء الزجاج. اوكي هلا نحن وين بنروح؟ بنروح لهون عشان نغير اكساء الزجاج،
نعملها شي ماتيريال نظامية. ندور على الزجاج، هاي في زجاج هون، وبنلاحظ اكساء الاطار ما اخذها. مراد نرجع نتأكد انه الجهاز عم يدقر شوي. مين اخذنا من شوي؟ اخذنا شركة كان اسمها، هاي هي. نكبس عليها كبستين عشان نطلع لفوق. توني ذكر ما كان ما طلعت. اوكي، فهلا صار الزجاج هيك بالشيدد، بوضع الشيدد الزجاج عندي موجود والاطار موجود عندي. نرجع نتاكد انه ريلستيك، تمام. فهذا هو الزجاج وهذا هو الاطار. هاي النافذه صارت عندي هلا مبدئيا. اذا انا حبيت اعدل بابعادها، عملتها مثلا 500 500 واحد مليمتر ابلاي، فبلاحظ انه كل شيء عم يتحرك سوا، بس شو الاطار ضل بحجمه الطبيعي اللي انا اشتغلته فيه اصلا، لانه مانو يعني ما حطيت له خيارات انه يصغر اذا صغرت النافذه، بيكبر اذا كبرت النافذه كاطار، كمقطع الاطار. فمقطع الاطار عم يتحرك مع الحيط وعم يتحرك مع النافذه عادي، بس هو المقطع تبعه عم يضل نفسه لانه نحن حطيناه وخلص، يعني ما حطينا له ابعاد للاطار بحيث يصير يتحرك. هذا ان شاء الله عم نتعلمه كيف نحن نسعى نحط ابعاد للشغله مشان تصير تتحرك على اساس شيء ثاني. فاذا كبرتها مثلا، عملتها كمان 1500 ب 1500، قلت له ابلاي. فلا هاي النافذه صارت تتحرك والاطار يتحرك والازاز عم يتحرك كلياته سوا. قلت له اذا حبيت غير سماك الازاز، حبيت غير مثلا بالاكساءات، هاي كلها صارت موجوده هون. هلا انا مثلا خلصت هاي الفاميلي، فبقول له سيف، فبقول له وين بدك تحفظها، بحدد محل الحفظ. ممكن احفظها باسم مثلا النافذه عاديه، لوح واحد، سيف. فهلا حفظها كفاميلي. هلا انا اذا كنت بقلب مشروع صار فيني استخدم هاي الفاميلي كفاميلي عاده، يعني ممكن اقول له نيو بروجكت، عفوا ما فاميلي، نيو بروجكت اركتكتشر تمبلت. اوكي، فلا هو فتح لي مشروع جديد. رح ناخذ جدار بهذا المشروع نحطه هون. انا هلا فتحت ملف مشروع مع ملف فاميلي، وقفنا بال 3D، عملنا شيدد او رياليستيك حتى. هذا هو الجدار عندي، اخذت ويندو، فبلاحظ انه بالقوائم تبعت الفاميلي لسه هون ما في غير مثل العادي النافذه الوحيده هاي. فانا بدي هلا اجيب نافذه بلوكي، يعني فاميلي من الملفات الموجوده عندي للنوافذ. قلت له لود فاميلي، بس المره ما رحت لهون ورحت فوت على الويندو هيك، ما بدي اختار هدول الفاميليات الموجوده هون، بدي اختار الفاميلي اللي انا اشتغلتها. انا وين حطيتها؟ حفظت على سطح المكتب باسم نافذه عادي لوح واحد، بيعرض لي اياها هون، وقلت له اوبن. فهلا اذا قربت على هذا الجدار اللي انا انشاته، لاحظ انه صارت النافذه عم تنزل عندي. في ناس تحطها هون، حطها بمسقط، يعني عادي بستخدمها مثل اي نافذه تاني كانت يعني عم تتنزل كبلوكي عادي. فهاي كيف هلا انشانا بلوكة نافذه بسيطه جدا، عباره عن لوح واحد. اللي عملناه كان بس الاطار وهذا اللوح الزجاجه اللي بقلبه. بالاضافه لهالشيء راح تشوف كيف مثلا اذا مسكت هاي النافذه هلا وجيت فت على الايديت تايب، نلاقي في هون الخيارات اللي نحن حطيناها هون واللي كانوا موجودات اصلا واللي نحن اضفناهم، مثل الماتيريال تبعيتها مثل سماكه الزجاج. فانا مثلا اذا غيرت سماكه الزجاج وعملتها مثلا بدل 25000، يعني راح يصير يطلع برات الحيط. فملاحظ انه صار الزجاج واصل عندي لهون كل هالقد. هاي هي السماكه اللي صارت الزجاج اللي هي كانت متر. اذا رجعت مسكت النافذه، قلت له اذا التايب، ورجعت لهاي مثلا صفر فاصلي او ما صفر لانه واحد مليمتر 25، وجيت غيرت الارتفاع عملته 2000، وغيرت العرض عملته 1000. فيني اغير الاكساءات كمان ابلاي. اوكي، فملاحظ انه هلا تغير ابعاد النافذه، تغيرت الاطار عم يتحرك والازاز وكذا وكل شيء صار يتحرك عادي. فهي نحن كيف انشانا هلا بلوكي بسيطه، وكيف شفنا الابعاد تبعتها عم تطلع بالايديت تايب. لما كنا بقلب ملف الفاميلي كنا نجيب الابعاد تبعتها من رمز هون موجود اسمه الفاميلي تايب. هاي طريقه انشاء بلوكي بال يعني بالاستخدامات لحد هلا، الاوامر الاساسيه البسيطه جدا.